بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سنقوم بعمل أو برمجة تسجيل الخروج. طبعا سنقوم بعمل ملف جديد PHP log out. طبعا في البداية سنقوم بتعريف session start، ومن ثم سنقوم بفحص if set session ID، أي إذا كان السيشن ID موجود. إذا كان السيشن ID موجود إذا السيشن بيساوي array. قم بوضع جميع محتويات السيشن داخل الأري، ومن ثم session destroy دمر الجلسة، ومن ثم header location login.php. نقلني على صفحة طبعا اللوجين، حولني على صفحة اللوجين كنترول مع اس. طبعا لا ننسى شيء مهم جدا، انه هنا في الاندكس تسجيل الخروج سنقوم بعمل رابط على صفحة لوج اوت بي اتش بي. ريفرش، نلاحظ تسجيل خروج قام بنقلي الى صفحة تسجيل الدخول. طبعا اذا قمنا بالرجوع سيقوم بالرجوع، ولكن نلاحظ هنا انه السيشن غير موجود، فبالتالي السيشن نيم غير موجود. ايضا اذا قمنا بعمل تسجيل خروج لن يقوم بعمل تسجيل خروج، لانه السيشن ايضا اي دي غير معرف، فبالتالي نحتاج هنا دالة جديدة. هذه الدالة موجودة في الداتابيس function check user، function check user. في هذه الدالة سنقوم بفحص اذا كان if set session id، والله اذا لم يكن موجود، اذا لم يكن موجود فبالتالي header، انقلني طبعا على location login دوت بي اتش بي. لحال عدم وجود سيشن اي دي مباشرة قلنا على صفحة اللوجن، وبالتالي هذه الدالة تشيك يوزر كنترول سي كنترول اس اقوم بوضعها في كل صفحة من صفحات هنا اندكس تشيك يوزر تشيك يوزر. الان نلاحظ رجوع، الان سنقوم بكتابة اندكس قام بإرجاعي إلى صفحة اللوجين أدمن أدمن لوجين، لا يوجد أي مشكلة، لا يوجد أي مشكلة. طبعا هنا أستطيع فتح لوكال هوست على images على add على سبيل المثال، لا يوجد أي مشكلة لأنه أنا موجود معي السيشن، إنه أنا موجود معايا السيشن، يوجد هنا مشكلة. كلوز، نلاحظ هنا لا يوجد لدينا صفحة أد، لا يوجد لدينا صفحة أد. طبعا إذا ملاحظة مهمة أيضا هنا، يجب وضع في الأد نفس الفكرة، نفس الفكرة include control X كنترول V تشيك يوزر الشكل التالي تشيك يوزر، حتى نتأكد انه المستخدم
حتى نتأكد أن المستخدم قام بالدخول إلى الموقع بطريقة صحيحة. طبعا إذا قمنا بتشغيل متصفح آخر تعتبر جلسة جديدة، إذا قمنا بتشغيل متصفح آخر تعتبر جلسة جديدة. سنلاحظ الآن إذا قمنا بنسخ نفس الرابط، تمام، كنترول سي، كنترول في، انتر، سنلاحظ أنه قام بإرجاعي إلى صفحة اللوجين. نلاحظ هنا أنه قام بإرجاعي إلى صفحة اللوجين حتى أقوم بتسجيل دخول مرة أخرى. حتى نقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى.